مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ما شاء الله وتبارك الرحمن، واعلنت انطلاقه الشوط الرابع. الشوط الاول للمفتوح، ما شاء الله وتبارك الرحمن، الاعداد الكبيره والاعداد الهائله، ولكن ما زال افضل توقيت يتحطم تحت اقدام هنالك نهايه نهابه قطعت مسافه 6 كيلو 4 كيلو مترات في زمن وغدره 6 دقائق 14 و14 جزء. تهانينا لك يا البريدي، يا علي عبد الهادي البريدي يتوجه الى الموسم الجديد بتحدي كبير، ولكن اعلنت انطلاقه شوطنا الرابع الخاص ايضا للقعدان. والشوط الاول الرئيسي شوط يحمل اندفاعه ويحمل انطلاقه ويحمل شعارات كبيره ومميزه، المقدمه والصداره مبلش وعلي بن حامد الخباشي، ولكن وصل هنالك وقود، وعلي بن عبد الهادي البريدي من يقدم لنا وقود، وقود غالي البريدي، وصل وصل ما شاء الله، وصل مودع ومحمد بن ادريس بن عام راوي، هذا قدم بن ادريس من يقدم اداء جميل، ولكن المركز الرابع وصل ما شاء الله شاهين وسعود بن جار الله ابو شريده، وخامس النداء ما شاء الله بختم المركز الخامس، وصل السد وناصر بن غانم العلي المعاضيد، خمسه اسماء خمسه نجوم تشارك من اجل الفوز والتجهيز الموسم القادم بالمهرجانات الصيفيه ايضا وسباقات المعجزه النادره الاسبوعيه لتصفيه هنالك اهل الهجر، لتصفيه الحلال للموسم القادم 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 على الابواب، ما شاء الله ما شاء الله، يتسلل الى المقدمه والى الصداره، ما شاء الله اللي طار بالصداره، ما شاء الله نقول وين اللي يحمل الرغم 27 ومودع، ومحمد بن ادريس بن عمراوي من يقدم مودع، ولكن وغود وغود، وعلي بن عبد الهادي بن حسين البريدي، علي بن عبد الهادي البريدي، وصل ابو شريده ليقدم اداء جميل ايضا هنالك، ما شاء الله وصل العابر وعلي بن عبد الهادي البريدي، الله الله راعي نهابه اللي نهبت الشوط، ولكن دخول على المركز الرابع، وصل مبلش وعلي بن حامد الكباشي دخول على المركز الخامس، ما شاء الله شاهين ومحمد بن جبوره من يقدم شاهين باداء جميل وانطلاقه مميزه، ولكن برجع وين انتظفت المسافه، ولكن المعركه حتكون ما بين وغود وما بين العابر، هنالك حتكون معركه طاحنه، لانه هذه القعدان اعرفها تماما، وغود ايضا له انجازات كبيره، وايضا العابر ايضا بيعبر بحدوده الجميلة وانطلاقته المميزة. ثالث الأسماء دخول مباشرة شاهين ومحمد بن جبورة، ورابع الأسماء ما شاء الله تراجع مودع مودع محمد بن إدريس بن عمراوي، خامس الأسماء أوه القادم القادم ما شاء الله اللي يحمل ما شاء الله أداء جميل شاهين، وعلي بن خجيم بن عايض العزبة راعي الأمتار المجنونة والخطوط النهائية، خامس الأسماء وصل الله شاهين وخالد بن حمد الزرعي، الكيلو الكيلو ونصف الكيلو ما شاء الله وتبارك الرحمن، الكيلو ونصف الكيلو، وغود يا البريدي وغود راعي الانجازات في نصيبه على ما اعتقد 6 صفقات او 7 صفقات في هذا الموسم، وايضا الجوده جوده ماده الزعفران على راسه، وعودنا ايضا على المنافسه ما شاء الله، وغود ما شاء الله وغود يا البريدي، وقت يا البريدي، التوقيت التوقيت هنالك 6 دقائق 14 و14 ان لم يكن لباقي المشاركين كلام اخر بتحدي كبير، الكيلو اوه الكيلو 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 ما بعده كيلو يا البريدي، وغود وغود بتحدي كبيره واندفاع واغلق وغود بتحدي، ولكن وصل الله شاهين شاهين وعلي بن خزيم بن عايض العزم راعي الانجازات ايضا ليكون حاضرا، وصل شاهين وخالد بن حمد الذرعي دخول، اوه وصل شعار بجاد
من يخدم لنا شاهين أبجاد بن محمد بن أبجاد راعي الإنجازات وصل 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 شاهين أبجاد بن محمد بن أبجاد الله فاجأنا في الأمتار المجنونة الأمتار السخية ما شاء الله 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 طار أبجاد من المقدمة طار من الصدارة ولكن وقود وقود يحاول بتحدي كبير واندفاع كبير ولكن شاهين شاهين أبجاد بن محمد بن أبجاد وصل الله ليقاتل بتحدي كبير وصل ما شاء الله شاهين وخالد بن حمد الذرع وصل الذرعي ليقاتل بمحركاته القوية ما شاء الله ولكن شاهين أبجاد بن محمد بن أبجاد وصل الذرعي ليقاتل بتحدي كبير واندفاع ولكن شاهين شاهين أبجاد بن محمد بن أبجاد في رصيده ما شاء الله أبجاد بن محمد بن أبجاد مع شاهين سلام شاهين سلام تهانينا والناموس ثاني الأسماء ووصل أيضا شعار الذرعي ليقدم لنا أداء جميل ثالث الأسماء وصل أيضا وغود علي بن عبد الهادي البريدي التوفيق الزمني مجاهدين ومتابعي الأعزاء في كل مكان ساعة دخول شاهين لخط النهاية قطع مسافة الأربع كيلومترات في زمن وقدر 6 دقائق 18 و 14 جزء تهانينا هو الناموس لأيضا مالك هذا الشعار المميز تهانينا